وعودة إلى أخبارنا مرة أخرى مشاهدينا من جريدة الوفد. منتخب مصر يبدأ مشوار تصفيات أمم إفريقيا 2015 من داكار والختام في تونس. كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عبر موقعه الرسمي عن مواعيد مواجهات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2015، وحلت مصر مع تونس في المجموعة السابعة التي تضم كذلك السنغال وأي من بوروندي وبوتسوانا ووسط إفريقيا وغينيا بيساو. Thank you.